الفرحة في الإمارات والعيد في المنامة. تجسد العلاقات بين الإمارات والبحرين معاني الإخاء والتعاضد والحرص على المصالح المشتركة، ولعل ما أسهم في تقوية تلك العلاقات وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو في الإطارين العربي والإسلامي. تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين روابط أخوية عميقة وعلاقات وثيقة أصيلة ومثمرة تستند إلى مقومات راسخة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك والتاريخ الواحد، وتطلعات والرؤى التنموية الواحدة الهادفة إلى توفير كل سبل الاستقرار والرخاء. وتعد العلاقات بين البلدين أحد أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتربط البلدين علاقات إيجابية مزدهرة في شتى القطاعات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك والتشاور السياسي، حيث يتشاركان الرؤى نفسها في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من ثوابت راسخة تدعم سيادة الأمن والسلم وتحقيق الاستقرار والرخاء إقليمياً وعالمياً. يوافق 16 من ديسمبر عام 2023 العيد الوطني البحريني 50، حيث أعلن استقلال مملكة البحرين في 15 من شهر أغسطس عام 1971 بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وأعلن بعد ذلك يوم 16 من ديسمبر بوصفه العيد الوطني البحريني. يوافق أيضاً ذكرى تسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين مقاليد الحكم في المملكة، وانطلاق مسيرة البناء والتنمية الحضارية في البحرين لتشمل جميع مناحي الحياة. ويعتبر الشعب البحريني اليوم الوطني لمملكة البحرين فرصة للتعبير عن وطنيتهم وسعادتهم وفخرهم بهذه المملكة العظيمة، ويحتفل جميعهم كباراً وصغاراً بفخر في هذه المناسبة، رافعين علم دولتهم ليخفق في سماء الدولة عالياً، وذلك من خلال العديد من الفعاليات الرائعة والألعاب النارية والرقصات والكرنفالات الشعبية وغيرها الكثير.